كل شهيد وامنحيه حلا من دور عيد ردد اياتها الدنيا نشيد ردد اياتها الدنيا نشيد وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي وسيبقى نبض قلبي يا منيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. صباح الخير، ألف مبروك فرحتكم اليوم، دام الله السرور. نحتفل بعرسكم في يوم الثورة العظيمة، يوم سبتمبر المجيد، يوم التحرر من الاستبداد والكهنوت، يوم الحرية والانطلاق إلى الديمقراطية. فرحتنا عظيمة بكم اليوم، ودام الله سروركم. نشكر صاحب هذه الفرحة العميد الركن نائب رئيس الجمهورية قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح، حفظه الله وحماه ورعاه، تاج فوق رؤوسنا، وإننا نشعر بفرحة كبيرة جدا لا توصف وسعادة تغمرها هذه الشواطئ الطيبة. شعوري شعور كبير، وأهنئ الشباب بمناسبة زواجهم العرس الجماعي، وألف شكر للعميد طارق عفاش. شعور لا يوصف، شعور جميل جدا بهذه الاحتفالية، احتفالية العرس الجماعي لألف عريس وعروس. الشكر موصول للعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح ولجميع القائمين على هذه الفعالية، شكرا من الأعماق للجميع.